هذه الحلقة من خمس أشياء برعاية أوري and the Will of Wisps. هلا وغلا في حلقة اليوم، جبنا لكم خمس ألعاب فيها موتات غريبة، يعني لما تموت تصير حاجات وأحداث غريبة عشان تقدر ترجع للحياة. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا زر اللايك واشتركوا في القناة، والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة Final Fantasy Legend 2 على جهاز الجيم بوي. كانت فكرتها لما تموت فيها راح تنتقل إلى مكان اسمه فالهالا، وهناك راح تقابل شخصية اسمها أودن وهو يحكم هذه المدينة، وراح يقول لك أن بإمكانه يرجعك إلى الحياة، لكن لازم توعده أنك راح تساعد لما يحتاجك. هنا راح تقدر تختار نعم أو لا، إذا اخترت لا راح تموت ويجي جيم أوفر، أما إذا اخترت نعم فراح يرجعك قبل ما بديت القتال اللي أنت مت فيه، يعني مثل الريتراي في الألعاب. والجميل في الموضوع أن كل ما تموت راح يرجعك الحياة قبل أي قتال تموت فيه، يعني راح تسوي ريتريات لما تشبع. وبعدها لما توصل عند نهاية اللعبة راح توصل إلى المكان اللي قابلت فيه أودن فالهالا وراح تقابله، لكن ما راح يساعدك هذه المرة، وراح يقاتلك كزعيم ولازم تفوز عليه ولا ما راح تقدر تكمل في اللعبة. قوة أودن يصير أقوى في هذا القتال حسب عدد المرات اللي رجعك للحياة فيها، يعني لو مت كثير فجهز نفسك لقتال زعيم قوي. وبعد ما تهزمه راح تقدر تكمل القصة، لكن هذه المرة لما تموت راح يخلونك تعيد من مكان ملف الحفظ وما في ريتراي في القتال. ثاني لعبة معنا هي لعبتين أصلا، أو خلينا نقول لعبتين في سلسلة واحدة، هي Prince of Persia 2008 و Prince of Persia Sands of Time، وفيها فكرتين تصير لما تموت. الأولى في لعبة Sands of Time، لما تموت فيها راح تشوف مقطع صغير البطل اللعبة وهو يقول للأميرة أوه لحظة القصة ما انتهت على كذا، خليني أعيد الرواية مرة ثانية، وراح ترجع للنقطة اللي مت فيها وتكمل اللعبة. والفكرة الثانية هي في Prince of Persia 2008، واللي تصير فيها أنه بيجيك زعيم في اللعبة يصنع نسخة من شخصيات ساعدتك ولازم تعرف الشخصية الحقيقية فيهم، والحل هو أنك لازم تقتل نفسك، وبعدها راح تجيك الأميرة الحقيقية تنقذك وتقتل الزعيم وتفوز في المعركة. ثالث لعبة معنا هي لعبة أوميكرون The Nomad Soul من المخرج ديفيد كيج، صاحب لعبة ديترويت من أجل الإنسانية المشهورة. اللعبة صدرت أول شيء على جهاز الدريم كاست وبعدها بلايستيشن 2. فكرتها أنك شخصية فيها روح مميزة في عالم مفتوح وحي، وإذا مت في اللعبة راح تنتقل روحك إلى شخصية عشوائية في المدينة بشرط أنه يكون لمسك قبل ما تموت أو لمسك لما مت. ومثلا انتقلت روحك إلى شخص موجود في شقة، راح تلقى مفتاح شقة في حوزتك ويمكن سيارة، ولو عنده أيضا زوجة أو أولاده راح تعيش حياة الشخص اللي انتقلت روحك له وتخلص المهمات الخاصة فيه. اللعبة كانت سابقة وقتها. رابع لعبة معانا هي لعبة هيركس أدفنتشر على جهاز بلايستيشن 1. هي عبارة عن لعبة هاك أند سلاش جماعية برسوم كرتونية جميلة. لما تموت في اللعبة راح يصير شيء مستحيل تتوقعونه. بعطيكم 5 ثواني تفكرون. 5 4 3 2 1. ها قدرتوا تعرفون شو يصير؟ أنا أقول لكم الحين. لما تموت في اللعبة راح تتحول شخصيتك إلى زومبي وتنتقل إلى العالم السفلي، وعشان ترجع الحياة راح تقابل هيدز وتكلمه، وبعدها لازم تبحث عن المخرج اللي يرجعك الحياة وترجع الحياة وتكمل اللعبة. واخر لعبة معنا هي لعبة Destroy All Humans. فيها تلعب في فضائي وصل إلى الأرض بغرض الاستيلاء عليها وقتل جميع البشر. اللعبة ممتعة فيها حاجات كوميدية كثيرة، وأعلنوا أيضا عن ريميك لها جاي في الطريق. في الجزء الأول من اللعبة تلعب فضائي يعرف باسم، يا رب أقرأ صح، كريبتوسبورديوم 137، وكل ما تموت يطلع لك فضائي ثاني برقم تسلسلي بعده بالرقم، يعني كريبتوسبورديوم 138 وهكذا. وفي مهمة في اللعبة راح تطلب منك أنك تسترجع الجثة رقم 135. وفي الجزء الثاني من اللعبة أيضا في زعيم بيقابلك ويصير أقوى كل ما مت أكثر في اللعبة، يعني كل ما تموت أكثر في اللعبة لما توصل له راح تقوى قوة الزعيم ويصير مرة صعب عليك. وهذه كانت حلقتنا الخمس أشياء، عطونا رأيكم في الألعاب واكتبوا في الكومنتس تحت لو في ألعاب ما ذكرناها، ولا تنسون الدعم بالاشتراك بالقناة واللايك وفعل الجرس. كما كنت الدشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.